ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق محللا هذه الزيارة للأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل سن. سعادة السفير، علاقات ممتدة ما بين مصر وقطر ونهج استراتيجي واضح للسياسة المصرية، كيف تقرأ هذه الزيارة؟ يعني الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الأمير حمد أمير دولة قطر الشقيقة بناء على دعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة بتأتي في إطار حرص القيادتين السياسيتين في كل من مصر وقطر على تعزيز العلاقات المصرية القطرية، عملا بمبدأ تعزيز العمل العربي المشترك وتنفيذا للمبادئ التي وردت في بيان قمة العلا في المملكة العربية السعودية في يناير عام 2021. نعم. والتي فتحت الطريق أمام مصالحات عربية خليجية كانت تصب في مصلحة العمل العربي المشترك والأمن القومي العربي. كذلك تأتي هذه الزيارة في إطار المشاورات رفيعة المستوى التي تتم بين الدول التي دعيت للمشاركة في قمة جدة في يوليو القادم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. فرأينا القاهرة، رأينا مصر تستقبل أمير ملك البحرين ثم ملك الأردن ثم سمو ولي عهد السعودية. نعم. وعقدت عدة قمم مصرية مع السعودية ومع البحرين ومع الأردن، وقمة ثلاثية بين مصر والأردن والبحرين. وتأتي زيارة سمو أمير تميم في إطار هذه المشاورات المصرية العربية الخليجية رفيعة المستوى لتنسيق المواقف بين الدول والزعماء التي ستشارك في هذه القمة في الشهر المقبل. هذا بالإضافة إلى أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الأمير حمد إلى مصر ستتيح الفرصة أمام البلدين لمناقشة السبل الكفيلة بدعم وتعزيز التعاون الثنائي بينهما في شتى المجالات التي تخدم مصلحة البلدين، مثل المجال الاقتصادي، مجال الاستثمارات المشتركة بين قطر ومصر، ثم التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الدولية. نهينا عن تنسيق الموقفين المصري والقطري حول كيفية التعامل مع الأزمات العربية، مثل الوضع في سوريا، الوضع في ليبيا، الوضع في اليمن. هناك قضايا هامة للبلدين، وهذه الزيارة ستتيح فرصة إلى تفاهم أكبر بين البلدين حول كيفية التعاطي مع هذه الأزمات. وهذا التفاهم المتزايد بين القيادتين وبين البلدين مما لا شك فيه يصب في مصلحة العمل العربي المشترك. نعم، إذن هو زخم عربي في هذه المرحلة، وأيضا حراك جديد على الساحة العربية. برأيك كيف يمكن أن تخدم كل من السياسة الاقتصاد والاقتصاد السياسة في علاقة تبادلية؟ حضرتك، لا نستطيع أن نفصل بين السياسة والاقتصاد، فهما وجهان لعملة واحدة، وخصوصا في ظل العولمة وفي ظل الظروف التي يمر بها المجتمع الدولي حاليا من جراء الحرب الأوكرانية والمواجهة بين الغرب وبين روسيا وتداعياتها على الأمن والاستقرار العالمي. لا شك أن هناك قضايا ملحة تهم الدول العربية دراستها وبحث والتعاون في كيفية تلافي التداعيات السلبية على الدول العربية، وأنا أشير تحديدا إلى الأمن الغذائي وإلى الطاقة وأسعار الطاقة. حاليا الدول العربية، يعني قمة جدة، القمة الخليجية العربية الأمريكية في جدة في الشهر القادم، من ضمن القضايا اللي هتبحثها الأمن الغذائي والطاقة وإمدادات الطاقة وأسعار الطاقة. وبالتالي نحن أمام نموذج
أمام مثال عملي حول الترابط التام بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي، ولا نستطيع أن نفصل بين الاثنين، بل بالعكس الترابط بينهما في هذه المرحلة أصبح يكاد أن يمكننا القول نحن نتحدث عن أمر واحد، عن أمر واحد. فنحن نرى أن الاقتصاد أصبح أحد الأدوات التي يستخدمها الغرب في شن حربه على روسيا بدعوى أن هو بيدافع عن سيادة وعن حرية أوكرانيا، ونرى التهديدات دائما، التلويح دائما بالتهديدات ذات الطبيعة الاقتصادية من جانب الغرب تجاه كل من يتعاون مع روسيا بأي شكل من الأشكال. فاليوم نحن أمام منعطف حرج جدا للسياسة الدولية يحتم على الدول العربية أن هي تزيد من التعاون فيما بينها في كافة المجالات، سواء كنا نتحدث عن تنسيق المواقف السياسية أو بنتحدث عن تعزيز التعاون الاقتصادي والدعم المالي والاستثمارات المشتركة بين الدول العربية. وفي تقديري المتواضع أن هذا هو السبيل الوحيد لحماية الدول العربية قاطبة من التأثيرات السلبية للحرب في أوكرانيا. نعم، لكن دعني أتحدث سعادة السفير عن سياسة التوازن للخارجية المصرية. مصر دائما ما تتوازن في علاقاتها مع كافة الأطراف وكافة القوى على الساحة، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. إذن ما هي الثوابت التي دائما ما تنطلق منها هذه السياسة؟ حضرتك، من ثوابت السياسة الخارجية المصرية عدم الدخول في أحلاف دولية، عدم ارتهان الإرادة المصرية بأي إرادة أجنبية، الحياد في الصراعات بين القوى الكبرى. فمصر تاريخيا لديها علاقات جيدة، بل في بعض الأحيان علاقات جيدة جدا مع كافة القوى الكبرى، وكانت دائما السياسة الخارجية المصرية باستثناء بعض الفترات في تاريخنا المعاصر، لكن المبدأ الأساسي هو بنلقى مصر دائما بتلقى بنفسها عن أن تكون طرفا، سواء طرف مباشر أو طرف غير مباشر، في الصراعات بين القوى الكبرى، إدراكا منها إن القوى الكبرى إن كانت تتصارع اليوم فإنها ستتفاهم فيما بينها غدا. نعم. فمصر رصانة السياسة الخارجية المصرية، رشاد السياسة الخارجية المصرية كان دائما عدم التدخل، عدم الدخول في أي صراعات بين القوى الكبرى. أضف إلى هذا إن السياسة الخارجية المصرية حددت دوائر أساسية للمصالح المصرية وللأمن القومي المصري تتحرك فيها بفعالية، الدائرة العربية والدائرة الأفريقية والدائرة الإسلامية. وإذا نظرنا إلى الخريطة هنجد فعلا أن مصالح مصر الحيوية بتقع في هذه المنطقة، في هذه المناطق الجغرافية المتداخلة الممتدة. نتيجة لتطورات الحياة الاقتصادية في مصر وخطط النمو الاقتصادي المختلفة، العلاقات المصرية الأوروبية أيضا اكتسبت أهمية خاصة بها، وبالتالي نجد أنه السياسة الخارجية المصرية في الوقت الذي تعزز فيه من مواقعها في الدوائر الثلاثة العربية والأفريقية والإسلامية، إنما أيضا يمتد نظرها إلى الدائرة الأوروبية وأوسع من هذا إلى الدائرة الأسيوية والمحيط الهندي. نعم. في السياسة الخارجية المصرية سياسة مرنة، سياسة نشطة، سياسة تنطلق من مبادئ يتوارثها جيل بعد جيل من يصنع السياسة الخارجية المصرية، لأن كل هذه الثوابت وكل هذه المبادئ نابعة من الضمير الوطني والضمير القومي للشعب المصري. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.